السلام عليكم، السلام عليكم تبع الهدى، السلام على رسول الله محمد عليه أزكى الصلاة والسلام. أما بعد، فموضوع ديالنا في حلقة من حلقات البرنامج الجميل الطريق إلى الأمل، فهو الموضوع غادي نجيب موضوع مهم جدا وهو الجهاد. فالجهاد وصى به الله سبحانه وتعالى، وصى به كثيرا، والحمد لله رب العالمين أمر طبعا بالجهاد وجعله فريضة على جميع العباد بحسب الاستطاعة. والجهاد هما أربع مراتب، كان جهاد النفس، كان جهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وكذلك جهاد المنافقين. أصل اللي غادي نهضروا عليه دابا هو جهاد النفس، فإن العبد ما لم يجاهد نفسه أولا يبدأ بها ويلزمها بالفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه. وكذلك كما قلت لكم في الجهاد، جهاد النفس هو مهم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عليه بزاف حتى في القرآن الكريم كتاب الله العزيز، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لأن جهاد النفس هي جهاد طبعا النفس الأمارة بالسوء، لأن طبعا عندنا بزاف ديال ماشي بزاف عندنا أنفس، طبعا أي ذات عند الأنفس ديالنا، كاين نفس مطمئنة، كاين نفس الأمارة بالسوء، وكاين النفس اللوامة. احنا دائما وأبدا احنا كنتعلموا أننا يعني نجاهدوا النفس الأمارة بالسوء اللي كتنهانا نحو الأمارة بالسوء اللي كتنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا مهم جدا، مهم جدا. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يأمرها أبدوا بخوفه ونهى النفس عن الهوى، عن الهوى. والعبد ما أن يجيب داعي النفس فيهلك، وجيب داعي ربي فينجو. والنفس تأمر بالشح وعدم الإنفاق في سبيل الله، والرب يدعو إلى الإنفاق في سبيله، فيقول سبحانه: وأنفقوا خيرا من أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني نفس الأمر بالسوء كتقول لك ما تصدقش، ما ديرش هذه، ما ديرش هذه، هذيك النفس الأمر بالسوء اللي خصنا نجاهدوها دائما دائما وأبدا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر. وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز سورة الحاقة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولذلك فمهم جدا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نحاسب نفسنا كثيرا، نجاهدها ونحاسبها على الذنوب وعلى الشيء اللي كنديرو من السوء، نعلمو نفسنا أننا تكون على مزيان، وتكون نفس أمر السوء هي نفس خفيفة، شي نفس اللي مضطربة اللي كتنهاك أو شي كتنهاك أو لا كتأمرك بالفحشاء والمنكر. ثانيا كذلك خاصك تعلم نفس الأمر، يعني نفس الأمر السوء، أن تجاهدها على العمل بالعلم، كل ما فيه علم. وكذلك فهي مش بحال نفس المطمئنة، طبعا النفس المطمئنة كتكون كان ربي على النفس المطمئنة بالصلاة والزكاة والعبادات كذلك. فقط هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين يعني في ناحية الجهاد. ف مهم جدا ان النفس تكون يعني انت حر، ماشي حر فيها، ولكن مهم جدا انك تحكم النفس اللي هي الذات ديالك، والنفس الاماره بالسوء بالصلاه
وبالزكاة وبالصدقات وكذلك بالأعمال الحسنة في الحياة. والحمد لله والشكر لله لكل حال، خير دعوانا الحمد لله. وسبحانك سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.